بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك، لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو الأول لا شيء قبله والآخر لا شيء بعده والظاهر لا شيء فوقه والباطن لا شيء دونه، فهو أول كل شيء وآخر كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء. له الأمر والحكم والخلق، أسألك اللهم أن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام وترحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. أما بعد، تبي معلم جناب وزد أنا مبارك سنة هجرية جيرد باشلاد بزد كافة دمزن صلى الله عليه وسلم هجري مباركة سبا أيدا باشلاد مكة مكرمة مدينة منورة. من استمرم هجرانين قصاصını قونشم تشحبمز بيلغ حتى ما اشتبته وجامعته وكتابلرده وخمش غفندمز نزه هجرتت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه باي محرم أيد مبارك أي لرداند وفندمز تأكيد يدب وحتى إسلامنا أول مبارك أي لردان صاي لردبه. وبزدنا نص قرآني دوار إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم بس محرم أيد، وهو شهر الله الحرام المبارك. وحتى أفندم صلى الله عليه وسلم تشوف أحاديث وردت أذنا في الصحاح أجر مسلم أجر بخاري أجر ترمذي أحاديث صحيح النسائي أنا رويت وروز أن تشوخ أنه تأكيد إدبت محرم أين جنلرنين مبارك ألمغنا خاصة عاشوريا. وحتى فندم زغرج الأرض لرزلرن أول دان حتى مدينة منورة جلندلر إجرتة جلندلر وقت يهودلر هورج olup لروزين دي دي بلر نايد هورج olup لر أفندمز أولارد تقوزن هورج olardı. ابن عباس رواية ورا ناو مسلم رواية دي روزين وصحي حديث سجالر أنه دقوزو أولبت وأونو أولبت وأيام أيام شعر محرم حتى بعض رواية لر ورا أنه رمضان سورة جال مبارك لغو وقدر مبارك بر آيد، لأنه بايدا أكثرية مناسبات الأنبياء والأصفياء والأولياء بايد أولبت أجا نجاة الأرض أجا ابتلاء باب دادي أجا حزتي مثلا حزتي إبراهيم قضي ياسد حزتي آدم قضي ياسد حزتي سليمان حزتي أيوب حزتي سليمان يونس إلى بتون إسماعيل بتون أنبياء لارن أكثرية الأنبياء قضايا لار حتى أفن مزبوير أنه تخ قوم لار بوي أيضا حديث صحيح تجالر أنه بوي أيضا تخ مناسبة لار أولبت وليس مبارك بالأي لاردن سائل محرم آية. حتى هورج ولارد عاشورانا كي رمضان جالدي دا رمضان يعني عاشورانا فرز مقامنا قوي مشيدي لكن رمضان جالدي رمضان دا فرز ولد
نسخه تون سنه توزن حتى اودر جالد مدينه دي دغمش من عرض يتم جناب بوسن جالد باخت يهودلر اورس دي درنات سود دي برب ان بز اور زولخ ببرنش اور زول بر عاشوران dediler niş zor zor siz dediler poz bilis mi kısanı dediler valla bu o günde Hazreti Allah Subhanahu Tebaraka ve Teala Hazreti Musa'nı hılas etti Firavun'a Firavun'u boğdu Hazreti Musa'nı hılas etti ve biz oruç zorluk bayramımızdı bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi buyurdu ennehu biz sizden evlayık Hazreti Musa'ya bizim menhacımız Hazreti Musa'nın menhacıdı men, Musa'nın menhacı benim menhacımdı Siz menaçta dersiniz, siz çıkıpsız yazıya menaçtan. Onun için şimdi biz ne diyarız? Daimen cesse Yahudular, av Mesihler, av ay din, av ay menhec, av ay nizam. Cesse aslı kitabı okusa hakiki, mulahaz. Lian için liyane o aslı adiyan hapsı, aslı İslam dinidir. Yani yoktu bu filan dinidir, bu filan dinidir, bu filan dinidir, bu filan dinidir. Ve innama bunu para cemaati bazı yani mecburin siyaset girdi ortaya, medayip girdi ortaya, teyarat girdi ortaya, parçaladı. O özüz birisi de daimen, yani nasıl Kur'an'ı var bizde. Ve inne hâbe sırâti mustakîme. Benim bir tek yolum var diye. Yani hatta ben bazı kere arkadaşlara diyorum. Diyorum canım burası sizin neyinizdi? Bu bu nedir Vahabi, o nedir Selefi, o nedir İhvan, bu bu nedir Derviş, o nedir Sufi, bu bu nedir Kadiri, o nedir Şii, bu bu nedir Sünni. Menesele siz bu parçalama özü bir tek dindi. O dir İslam radikali, bu dir İslam medeni, o dir bilmem İslam bilmem. Biz hepimiz bir tek Allah'tı, bir tek peygamberdi, bir tek Kur'an kitaptı, bir tek kıbladı. Yani hepimiz kardeşiz. Onun için bak diyende, bak ne dedi? İnnemel mu'minun, yani kadiyetel iman. Yani sen ay teyar alırsan, ay mezhebi alırsan, ay itticah dinini alırsan. Her ne olursa olsun, selefidi, vahabidi, ikhvandi, şiadi, sünnadi, her ne teyar olursa olsun. İmanın var Allah'a ve Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Ka'be'ye ke kıble ve Kur'an'ı kıble. İzen manası biz bu şumul yedir bu ayet anna biz innemel mu'minun ikhva. İzen manası biz kardeşik. İzen lemma biz kardeşik. Bu iman kardeşliği. Neyse mesela Efendimiz'in aileleri radıyallahu anhunna ve aleyhissalatu vesselam anna bizim nenemizdiler. Nas Kur'an'ı mucibiyle. Anna ve neneleri, arvabları sizin nenemizdi. Onun için İbn-i Teymiye Hazretleri buyur ve zvacu matkum ve Hazreti İbn-i Teymiye Hazretleri buyur. Diri. Madem özlerini nenemizdiler, ummahatül mu'minindiler Efendimiz'in arvabları. Ne için ummahatül mu'minin oldular? Yani nenemiz oldular. Nenemiz oldular. Lian Efendimiz'in şerefine. Femin babi evla, Efendimiz bizim babamız olsun. Acı onlar bizim nenemiz iseler. Femanası Efendimiz bizim babamızdı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahibü sellem de buyur. İnnemâ ana lekum mislel validi ala veledihi. Feizen biz bu bir kardeşlik. Koydu bizi kardeş olağın. Ve hiç inanmam da kardeş kardeşi bassın. Ya hakik kardeşiyse. Ay maslahı dünyayı girmesi ortaya. Ondan madem vaktinde de dedim. Bunu da koy bir yana. Eşelacenen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kullukum li Adem ve Adem min turab. Yani hepimizin cem'olu babamız kimdi? Hazreti Adem'di, nenemiz kimdi? Yani hatta min babil ubuvveti vel umuma cenemiz kardeşik. İzen ne için o gün, izen ne için düşman olalım biz birbirimizden? İşte bari ihtilaf olur ayda. Bari mesela ben derim bu bırak koysun. O diri bu bırak koysun. Böyle. Lakin daimen İmam Şafii'nin güzel bir hoş hakikati var. Ve bazı eğimeler, ve bazı ulemeler. Ne diri? Diri hayat ne üzerine durup? Hayat durup hak üzerine. Hayat hak üzerine durupti. Batıl üzerine yoktu. Lennel batıl mezuk, zayıktı batıl. Batıl boş tane çağdı. Oturmağı bir üzerine büçülü. Ama hak doludu. Hak hiç bükülmez. Ve kul ca'el hakku ve zâkal batıl. İnnel batıla kâne zehûka. Yani batıl ezilmiş bir, aynen bir isfence benzer batıl. Ne anca parladığınız? Şimdi bak bir isfence geldi. Yani diyeyim sana bu cami kadar izi olsun. Çoğu uşak kaldır özünü. Lakin bir parça demir yetkinin beş adamı kaldırabilmezler özünü. Onun küçüğünü. Ve izin de enne batıl daimen
تركن يعني بس تشمن زرافة زرفل ينجل يعني يعني قيمة سمر شيء ده. أما حق يو نايتن لأنه كم ننجالر الله تنجالر الله تثابت وهر ثابت كنيدة دياغن بلا تشبي بلا تشبي بلا تشبي بير دنجاني جات أي يور يرى بقى كم سير غلطة بلوسن أما بير إن حتى شيئين قضية سنة حضرت مريم قضية سنة عليه السلام عليه السلام غير معلم جنابوز حزتي مريم دوغم اسناسن دا امر جالدو زيتي جيت خرما غازيان دوت اون نصر امر جالدو وعوزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا زنية حتى بزم اسشأر وبلارمز زيستان وصايد دوغم وصايد ازن دوشابي تردر لروز خرما يدردر خرما ترميح الواسي دار لروز اندي ما شاء الله اجينا بلار قلنا دا اروبلارمزن دوغم دا دخت ما شاء الله أزلب للعملية قيصرية لندا مهم يعني ووزي إليك اللي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية كأنما حاجة لدوزنا أتيت من خرما غازنا بلا باخت قشت خرما غاز أزو بزن ياغش ياغب زين رتبة لانب إبو أغاز أزو رتبة تسا أغر ولا سورة خرما غازن إشي أزو كيف تبالده بالأزن إشي بير شوفه تبالده بالأزن حتى بير حزت مريم حاملة زعيف قصد ده عبادة حتى مريم آده كلمة مريم يعني عابدة ناس قويل آدنا يبون نجاجة يرغلاص من حتى سورة خرما أنا باشم بلا قالدر باخت خرما عاد دولب خرما ده وآيات ورزارنا بنا يعني بنده مناقشة يوخته نصد بو نواجه ديسان باردان جالده تشنك özü bilirsen bak ola bilip sen o fikirde diyesen indi ilim ispat et bak سبحانه وتبارك وتعالى فوق كل القياسات لما فوق كل القياسات إذن بتون شيء قال النجالة نايتن صفة كن فيكون ورزندا كينونا ورزندا كينونا والمغب اللي ورزندا إذن هر شيء إذا بيله يخطو جنة ممانعة سن قياس أما أجوز وقياس يدرسوا الله يو كفر جدسا حتى أفندم زي قياس بالمسن أزوه بل حتى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى صحابانه تشو أولرده درجة الصحبة أولرده درجة انتماء لرسول الله اللي بيت رسول الله ور ديد من ديد سن نسن سن قال ديد من ديد من ديد يرغايب خرمة دوشتن وزارمة ديد سن قالوا قوي سن قالوا قوي حتى يرغلمك بزم وزارمة زاده يعني سبحانه تبارك وتعالى ديد سن قالوا قوي كأنما نزل دياغن بلا تشبيه حتى دياغن سن يرغلادو يصير سن يرغلي بالمس عين نشكل أفندم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جدا ده تخان ده إبدان كحزت علينا إن جل مزانا عليه السلام قوين ده يرنة تخان ده إبدان يازيه وجنزلر قابل درمشتر نيتلر غير دور بل أولدرستر يوزنه نيت قابل بتكب ترباق سابتو جوزانا وجع بنوخد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشينا فهم لايف سؤيت نش أفندمز نيت أفندمز تورباغة سابتة لكن جوزدارنا كم جريت تورباغة ونيت ندير رب العالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله أنا جردو بو مسألة الانتماء إلى الله سبحانه تبارك وتعالى فسانو انتماء ورا الله أجسا انتماء وريس الله الله سنا إنان دممسل صفات ويرار لكن بالشكل إدار سانة كم سحقوا ذنج المزدع قلت بخنا ديدي لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه غير فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي يعني حتى جوزو داجسة جوزو قوة إلهية ويره وإلا سنحزر علينا آجنا رضي الله عنه بابي خيبار قفردن ديرنا بعد خيبارن قياسني اتسو انت بجنن بزم زمانمزة تقريبا بربع طن ادري ايدي ورا ادم بير دنا بربع طن اليدن قالدرسن özünü yerinden söksün özünü acaba bir kuva olmasa bunda ondan madak kaldırıp sökenden sonra elinde tutup da dir şeydir elinde özünü kalkan edip elinde özünü elinde kalkan edip bu bir elde kılıç oynar iş bunun el neydi bu mana kuva ilahi var bunda au Koyanda özün Efendimiz yerinde yatsın. Bir genç 13 yaşında genci kalkır. Acaba bu korkmadı?
بيني قبضة بيتون جنزر وتقدر تذكر وزنة. أجب أبنا قلبنا قرق جرما ديت. من كيف إنش بز إنش بز هذا بيلغ عند أبنا إن بس حبوا من الأطر مش برضه قلبنا مز محل داده. بينما بو بيتون جنس قبضة درب ألا عندك كلينج حبس بطل بطل ولا كانوا ارتني تايت باشتا ياتو دا سنة واجب سيوت قابلة نايتن لأنه بلير حماية إلهية ورقابدة بلير يعني ده حماية إلهية ور وبفر حماية توسنة ونت اعتبر سيدنا إمام علينا أول فدائي وإلا حديث أبو بكر قضي جرنده فن من الغارة جرنده كده توسنة يا رسول الله إنت ألتن بخصلار بجرالر بزي دي أوت 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 دي دي ما ظنك باثنين بثاني باثنين اللهم بثانية اثنين اللهم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا بنا معنا سنقنا ندري شو نسأل أنا بجنا وبس كده أنا يقول شو جمز الله الله بزمنا أي بردا معينا ده هل أنه الله أزدارينا عند غار ده يوق بمعية حماية بنا إذن بو بزناي من نوزان استرم جات الموزن أنه بشار يعني شيء عقيدة سنة ثابت إتيسا قال ليش أنه كشي مثلا بس ديدخ شيء ديدوز لأن أنه من شيء شار ناد خرمة غازني يرغلات كنا بس يرغلات رخصاو تؤزنة بو أنه انتماء إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فشهر شيء ديدوز لأن بس حضرت موسى ده فصدى سيدان أولاي غبس تابعوا لهم فأديان حبس بيرو الأولدغيتن منهج بيرده سيد قطب حزت الرحمة الله عليه بيور برد ديري شافرلار ويو بس شافرلار بتون صاحبي مبدأ دغر بير مبدأ وهو أنه مبدأ دغر هو أنه شيدة بزم الدين كأصح المبادئ وحق الحقوق جالبته الله قرب بوزنه پیغمبر جاتر بوزنه gelende bunlar istediler bak özleri bilirdiler انه پیغمبر tamamdı ve delil ala zalika bilirdiler پیغمبر sadıktı bilirdiler پیغمبر sözü tamamdı hepsini bilirdiler bunlar lakinnehu ve delil ala zalika انه bütün emanetlerin koydular yanına acaba bilirdiler madem ki پیغمبر tamamdaydı ne emanetin koydular emanetlerin koydular yanına ben yani bilirdiler emindi bilirdiler sadıktı بس ناتش تابع أول مردلر روزنا تابع أول مردلر روزنا لأنه كبرياء لا رقوي مردوز لنا بليد لر تابع الصلاة روزنا كبرياء لا رجدار ملك لا رجدار دولة لا رجدار تشي إسلامية تساوي دري إسلامية قبلت مري كمسة كمسة الظلمة سن إسلامية قبلت مري كمسة كمسة المعلنية سن إسلامية قبلت مري كمسة كمسة شيء سن ونيش حضرت حسين تسخندا يعني نجد ياغن معركة طفتا محاولات أنا ودون درسن يعني بعض أخطاء لار والمشت أغلات الغلارة تخت دوغل لماغا لكن إرادة الله أنه نال الشهادة وأصبح السيد الشهداء وريحانة الجنات وإلى سيد شباب الجنات فجلندا إذن فندم صلى الله عليه وسلم كي بشتادين يتجال دوسن هجرته من بطولات الهجران قونش مسانوتن بعض أمثلة سيد قطب حزة هذا البوران ده ديري كافرلار باشلادلار خطة قرمغة نيتسلار بلملر نيتسلار بخبر ده آيات ده ديري باغليا خوزن أولدرا خوزن سجنة ده خوزن اتفاق ده بلملر لأنه الله سبحانه وتبارك وتعالى دماغلارını ده غضبت ساشرده بازلارını بلملر نيتسلار بري ديري باغليا خوزن بري ديري أولدرا خوزن بري ديري سجنة ده خوزن بري ديري قوم يتقصن يا زيا لكن بما أن أوزي صاحب الحق بما أنه أوزي تمام ده أونيت حماية إلهية تدرد أوزي ده ديري جالمش هر إنسان صادق أولديسا صادق أولديسا إدعاسن ده وفي أولديسا عمالن ده أبلا الله نجا أفنم ذي حماية إتي وناجح إتي أوزن أبلا حماية در أوزن عليه ديري هر بالداعي هر بير أدم استرس الدين يولونده إشلاسن جراكم صادق olsun جراكم نياتي پاچ olsun جراكم مادياتي قويسن بير طرفه الله'ın rızasını قويسن جوزن